مؤمنة وامرة كبيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل حال، الحمد لله أن المنتخب الأولمبي فاز على أمريكان وداز، الحمد لله اللي خيب ظن الجهال الحاقدين الحاسدين العدوانيين اللي كانوا كيتمناو الخسارة لمنتخبنا الأولمبي من النهار الأول وحتى قبل ما يبداو اللعب. الحمد لله اللي خلى أعداء الوطن حالين فمهم لما فاز المنتخب على الأرجنتين رغم أنفهم وأنف الحكم العنصري. الحمد لله على كل حال لما خسر المنتخب قدام أوكرانيا بالغش، وهي الفرصة اللي خلت المسؤولين على المنتخب يستوعبون الدرس ويغيرون من الخطة. والحمد لله اللي مازال عندنا في المغرب وناس كيفرحوا لما يربح المنتخب المغربي وكيتأسفوا من اللي كيخسر ويبداو ينتقدوا كل شيء بدون استثناء، وهذيك هي الطريقة. واخا كتقلق المسؤولين ولكنها كتفيقهم من الغرور وكتزرع فيهم الشجاعة وكتدفعهم باش يكذبوا كل ما يقال عنهم. الحمد لله أن الله خيب خبث الكراغلة اللي تمنوا يخسر المنتخب قدام العراق وقالوا غادي يخسر 3-0. وهذوك اللي جالسين غير حاضرين ما عندهم شغل، حاضرين غير المغرب والإنجازات ديالو، حتى الكرة دابا ولاو يدخلوا فيها ولا كيطلبوا ربي باش يخسر المنتخب الوطني المنتخب الأولمبي، ولاو وديوها في الجوع ديالكم، ديوها في العطش ديالكم. يا بلد الكراغلة، يا بلد البترول، يا بلد اللي عندهم 260 مليار دولار في الاقتصاد ديالهم، يا اللي عندهم 70,000 دولار في الخزينة، يا اللي عندهم نمو اقتصادي 4.7، وديوها في الجوع ديالكم، ديوها في العطش ديالكم. راه بلد ديالكم غاني ومفقرينكم، وخليونا عليكم في التقار، عطيونا شوية ديال الابتسام، ما تبقاوش تشوفوا جهتنا كاع نهائيا، نساو واحد البلد اسمه المغرب. والحمد لله اللي خلى ديال المنتخب والمغرب بصفة عامة يموتوا بغيظهم ملي فاز المنتخب الأولمبي المغربي على منتخب أمريكا 4-0 ملي كانوا كيتمناو ليه الخسارة. وها نحن ذا فزنا على المنتخبات الكبرى يا كراغلة، ومررنا للدور المقبل وإن شاء الله النصف ثم النهائي. وأترككم مع حسدكم وكرهكم ومع كل ما هو خبيث، وشكرا للمنتخب الأولمبي المغربي وكل أو كل مسيريه وللشعب المغربي الذي كملوا انتم. قضيت هذيك لاوه على المنتخب ماشي الشعب المغربي. اسيدي راه حنا قلنا لكم المنتخب المغربي، الشعب المغربي، المخزن، المغرب، هذا كله حاجه واحده، يا اما تقبلوا كامل يا اما تخليه كامل. هذه ديروها ازرعوها في العقل ديالكم الخايب. وبالمعنى الصحيح المغرب بلد لا يتجزأ شعبا حكومة. المخزن اللي قهركم نتوما ما كاينش قطعة واحدة لا تتجزأ، يا تاخذوها كاملة يا تخليوها كاملة. ما كاين هنا لا هذا منتخب، هذا شعب، هذا مخزن، هذا ما كاينش عندنا حنا في المغرب. هذا الشيء كامل ما كاينش قطعة واحدة سالينا.